ينطلق بحفظ الله ورعايته شوط آخر، مغامرة أخرى وتحدي آخر، من هنا من على أرضية ميدان البصير في ميدان الشحانية، ميدان التحدي. نسير بحضراتكم مع المركز الأول ومع أول المنطلقات اللي هي فوارس لحمد بن جار الله بن محمد. البريدي المري ينطلق مع فوارس على المركز الأول، نقلتنا إلى المركز الثاني. لحظات لنتعرف على صاحبة المركز الثاني، على ما يبدو بأنها أيضا شعار السيد عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على ظهر الزعفرانة، ينطلق معها على المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثالث، يصل شعار المغامر وينطلق على ظهر هجير راشد بن بطي بن محمد. الحسنة المري المركز الرابع، الوصول والانطلاق من قبل مستوى فيصل بن جابر، جابر بن فيصل بن جابر البريدي المري، وأيضا شعار بن سلامة يصل وينطلق من الجانب الأيمن على ظهر هذه المنطلقة اللي هي أيضا انطلاقة غنايم حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. والمركز الخامس، انظروا إلى هذا أيضا الحشد الكبير الدحمول الكبير، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على استعداد الجميع مع انطلاقة موسم جديد وضربة البداية مع المحلي الأول ومع سير هذه الحقائق. شوف القادم، القادم جبارة سالم بن ناصر بن فلوة المريزيق المري، ينطلق لون يطلق العنان لجبارة مع افتتاحية 800 متر الأخيرة والخطيرة على خط النهاية. انطلقت جبارة، يا سلام الله على هذه الاندفاعة، أيضا شعار بن هدوان أراه يتقدم على ظهر المنطلقة هذه الكايدة، خالد بن علي بن جمعة الفارس الكعبي، وأيضا الوصول الخطير من شعار بن قطامي، يصل شعار مسرف وينطلق على ظهر الظبي مسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي المري، وأيضا شعار فاران بن البريدي حاضر ومتواجد مع زاهية محمد بن فاران بن عتيق البريد المري، ولكن الصدارة هناك، التحدي هناك مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات الخطيرة. ينطلق شعار بن فلوة على ظهر جبارة سالم بن ناصر بن فلوة المريزيق المري، يسيطر على المركز الأول بهذا الأداء الكبير بهذا الفارق الممتاز، أيضا اسم جديد يصل وينطلق ثمينة فرج بن طالب بن هادي بن هليل المري، شعار الشوط الرئيسي قادم قادم لا محالة يا بن فلوة، ولكن الحركة هناك، التحدي المثير الانطلاق الخطير سواها إذن مالكي جبارة سالم بن ناصر بن فلوة المريزيق المري، ينتزع هذه النقطة الثمينة وموسم خير، بداية خير يا بن فلوة. المركز الثاني شعار بن هليل، من وصل على ظهر ثمينة فرج بن طالب بن هادي بن هليل المري المركز الثالث. المركز الثالث، الميهولة لحمد بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفران.